النهارده احنا هنتكلم على الديفرنسز اللي لقيناها بين نوع من انواع الليكويدز فايتال ليكويد احنا ما نقدرش نعيش من غيره اللي هو البلاد. البلاد بالنسبه لنا وبعينينا هو عباره عن ليكويد لونه احمر، لو جينا نشوفه في كل الانيمالز او في كل الهيومن هنلاقيه تقريبا نفس اللون نفس الشكل، وكمان عرفنا بعد كده ان هو نفس الاستراكشر. احنا في الهيومن عندنا حاجه اسمها ريد بلاد سيلز، عندنا وايت بلاد سيلز، عندنا حاجه اسمها بليتلتس، وكل دول بيعوموا جوه سائل اسمه بلاد بلازما. لكن مع الوقت ابتدينا ناخد بالنا ان في differences، في اختلافات، مش كلنا عندنا the same type of blood، وظهر من هنا فكره فصائل الدم. ولو ان في اختلافات كتيره قوي ما بين الدم وبعضه واحنا ناخد بينهم اثنين، وبالذات الاثنين دول عشان خاطر هما دول الاثنين اللي هيفرقوا معانا في blood transfusion، في عمليه نقل الدم. لو احنا ما عملناش حساب الاثنين دول ممكن يحصل complications، تعقيدات، وممكن تؤدي للدث للوفاه. طيب احنا النهارده هنبتدي باول فرق ما بينهم وبين بعض، الفرق اللي احنا بنسميه ABO. ايه حكايه ABO؟ لقينا ان في عندنا واحد من الكروموسومز، لو انتوا فاكرين احنا بناخد الكروموسومز اللي موجوده في اي سيل في جسمنا، بنطلع الكروموسومز من النيوكليس اوف ذا سيل وبنفرش الكروموسومز قدامنا وبنعمل لها ارينجنج اكوردنج تو ذا سايز ان ديسيندنج اوردر في حاجه اسمها كاريوتايب. وكمان عملنا نيموريتنج للكروموسومز دول بحيث ان كل بير بياخد رقم، واكبر بير عندنا هو نمبر 1. ففضلنا ماشيين على الكروموسومز بتاعتنا لحد ما وصلنا للكروموسوم نمبر 9 او بير اوف كروموسومز نمبر 9. لقينا ان في على بير اوف كروموسومز نمبر 9 هو ده الجينز اللي بتحدد بالظبط ايه هي البلد جروب بتاعتنا اكوردنجلي الاي بي او. طب ده عباره عن ايه؟ او ايه شكل الجينز؟ لقينا ان الاي بي او دول عباره عن 3 alleles. كلمه alleles يعني structures، different structure من التريت. يعني عندنا صفه اسمها blood group بدل ما يكون عندها 2 alleles لون ولون، او طويل وقصير، black and white، red وwhite، لا لان هي عندها multiple alleles، كذا allele. كان بالظبط allele؟ لقينا ان المالتيبل alleles اللي موجودين على الكروموسوم نمبر 9 3 alleles، وال 3 alleles دول هم اللي احنا سميناهم A وB وO. طب هل احنا جسمنا كل واحد فينا عنده ال 3 alleles دي؟ لا، كل واحد فينا عنده اثنين بس من الايه؟ من ال 3 alleles دول. طب انهي اثنين؟ تعالوا نشوف ايه الاوبشنز اللي ممكن تبقى موجوده، ايه اوبشنز الجينز اللي ممكن تبقى موجوده لو احنا خدنا جربنا نحط اثنين من دول مع بعض. في مره من المرات انت ممكن تحط الاي مع الاي، ممكن نحط مره الاي مع الاو، ممكن نحط البي مع نفسه بقى بي بي، وممكن نحط البي مع الاو، ممكن مره نحط الاي مع البي، واخر حاجه ممكن تبقى موجوده هي الاو مع الاو. ودول الست اوبشنز اللي مفيش حد فينا كبني ادمين غيره لازم يكون عنده واحده من السته جينز دي او السته بيرز اوف جينز. دول بقى احنا دول الجينوتايب، ده كده الجينوتايب شبه لما كنا بنقول ار كابيتال ار كابيتال مع مندل. هتفكر الفينوتايب كان بيبقى ايه؟ الفينوتايب هو الشكل اللي انا شايفه، ار كابيتال ار كابيتال ده اكوردنج لمندل كان لونها ايه؟ كان لونها ريد. طيب الفينوتايب عندنا هنا هيبان في شكل بلاد جروب، فصيله الدم.